مجد، مرحبا. مرحبا. يلا فوت. شو الموضوع؟ بدك تقول شي؟ أنا إيه؟ لا لا، ما في شي. أنا آسفة لأني نطرتكن يا شباب، حضرة المدير حابب إنه يسمعكن وكنت ناطرته. قلت بجي وبشوف يلي أنجزتوه. أستاذ، نحن كمان بدنا نتفرج. ادخلوا ادخلوا، فوتوا اسمعوا. أستاذ، ما بصير تخليهم يدخلوا، عم نتدرب هون. إيه وشو يعني؟ بعتقد ما رح يأثروا عليكن. وهلأ خلونا نعزف الغنية مثل ما تعلمناها، جريئة وقوية، اتفقنا؟ 1 2 3 4. لك شو بك، شو صار لك؟ عفوا عفوا. تمام، خلص مو مشكلة، بلشوا من الأول. 1 2 3 4. أنا مجد، أنت منيح؟ مجد شبك؟ بس هيك ما بصير يا أنسي، ما رح يمثلوا المدرسة بهي الحالة. شو هذا يا؟ معقول اللي شفته أنا؟ هي أول مرة بتصير يا أستاذ، يمكن الصبي يكون مرضان. طيب شو رح يصير بالمسابقة؟ ها؟ كيف رح يقدر يغني مجد أفندي؟ رح يعذروه إذا كان مرضان؟ بلحظة بيقلعوه لبرا. أستاذي، إذا بتسمح لي، أنا حابب غني بداله. أنت بتعرفها للغنية؟ أستاذي ليش، مين ما بيعرفها؟ هي الغنية معروفة ومشهورة كتير. لو سمحت خليني أدخل على الفرقة وغني بداله. ما بقبل بهيك شي. وشو بيمنع؟ لا تكون مسجلة على اسم مجد أفندي. روح روح غني وسمعنا لشوف. شكرا كتير أستاذ. وانتو عزفوا له. 1 2 3 4. تمام تمام، فهمنا. أنجي خانم، شو رأيك بصوته؟ على القليلة هاني شاب شخصيته قوية وما تلبك مثل غير ناس. مجد مجد، مجد مجد
شو في قلي؟ أنا فهمانة عليك، أنا بعتذر، كسرت بخاطرك، بس هيك ما بيمشي الحال. لا تعمل بحالك هيك، خليك قوي. هلأ مسابقة المدرسة أهم من كل شيء، وعندك فرصة تسجيل أسطوانة بترجاك لتروحها من إيدك. من دون ما تدفع ولا قرش رح تعمل أسطوانة، كتير حلو ما هيك؟ مانك مبسوط؟ شد حالك. أنا مزعوج أنستي. أنا فهمانة، أنت مو الوحيد اللي عم يتعذب بهي الدنيا. مسح لي هالدموع لشوف. أنا ما عم ببكي على حالي، أنا فيني أحمل العذاب اللي بقلبي. واللي نساني الغنية ما كان عذابي. شو اللي خلاك تنسى؟ أنا زعلان على حضرتك. اللي شو هو سبب زعلك؟ كون صريح. كون صريح؟ ايه، احكي بصراحة. احكي بصراحة ما هيك؟ طيب، الرجال اللي اخترتي تتزوجي شبه؟ ليلة امبارح شفته مع وحدة تانية، كان عبطه وعم بيبوسها. كذب اللي قلته. انت عم تكذب علي. قول انك عم تكذب. انا ما كان بدي اقول لك، لانه عرفت انك رح تزعلي وخليتها بقلبي، تعذبت بدالك. بس هلا صار دورك لحتى تتعذبي يا انسه. بس شو هو سبب هذا الكف؟ أنا ما بفتري على حدا يا أنسي. أنت استسلمت لأحاسيسك ومعصب ومتضايق بس لأني وافقت اتزوج نزار، ما هيك؟ دلوقتي.